في كأس السوبر في الدوحة بإذن الله تعالى يوم 22 الجاري. تطير بعثة النادي الأهلي اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي في 22 الجاري. قائمة النادي الأهلي عجت بالمفاجآت المدوية، أول تلك المفاجآت استبعاد بعض المصابين من القائمة زي صلاح محسن اللي عنده مزق في الخلفية، زي محمود متولي اللي عنده في الأمامية، زي محمد محمود الغير مرضي عنه يا كده يعني. لكن الراجل مستقر على مجموعة، عندنا مشكلة في الباك ليفت، وحتى الآن لم يتم قيد كريم فؤاد لحد ما أنا بكلمك دلوقتي. القيد فتح للنادي الأهلي والرجاء استثناء، فالرجاء أيد صفقاته الإفريقية اللي فيها نجم الزمالك. يعني الرجاء يعني عنده ثلاث لعيبة أهمهم نجم الزمالك حميد أحداد، جري أيده في القائمة الإفريقية عشان اللهم صل على النبي يلعب معاه مباراة السوبر الإفريقي، وهو حميد أحداد، ومعاه اثنين آخرين هما جمال حركاس ومصطفى كيواتي. ده وفقا لكلام الاستاذ عبد الاله الخطيب الابراهيمي اللي هو المتحدث الاعلامي باسم الرجاء المغربي. ماشي. فالنادي الاهلي لسه ما قدش صفقات. طب النادي الاهلي عنده كام صفقه؟ عنده ست صفقات لم يقيدها حتى الان، منها كريم فؤاد اللي احنا كلنا عايزين نشوف علي معلول هيلعب بكره الفاينل ولا لا، تونس والجزائر. لو لعب الفاينل بقى 100 100 زي ما ابلغ موسيماني تليفونيا وابلغ كابتن سيد عبد الحفيظ تليفونيا، يبقى زي الفل وهيلعب السوبر الافريقي ان شاء الله. لكن في قلق انه ما يلعبش، فكريم فؤاد لسه لم يقيد، لكن سهل جدا من على السيستم يقيد في اي وقت هو والجدد. الصفقات الجديده مين اللي ما تقيدتش لكن مسافرين مع البعثه باذن الله تعالى؟ كريم فؤاد، احمد عبد القادر اللي كان عنده شد في العضله الضامه هيسافر ايضا مع البعثه، وهناك بقى باذن الله ربنا يكرمه ويشفيه ويعافيه ان شاء الله. هيسافر عمار حمدي وحسام حسن الذي تعافى من اصابته في مباراه المحله وشارك في التدريبات في الفتره الماضيه. هيسافر ميسي تاو اللي احنا اشتقنا له واشتقنا اللعب والحركات والجمالياته الجنوب افريقي، ومعه ميكاسوني. وبالتالي دول السته لم يقيدوا حتى الان، لكن باذن الله يتم قيدهم خلال الفتره القادمه، او يختار مستر بيتسو موسيماني مين اللي يتقيد، لان هو احنا فوجئنا ان مثلا في لعيب ما شفناهوش حتى الان في الملعب ولا حتى في قائمه النادي الاهلي. احمد سيد غريب مقيد في القائمه الافريقيه ويسافر مع البعثة، في كلام عليه كبير جدا، في كلام ان المصابين هيسافروا، في كلام ان المصابين هيقعدوا هنا يعني كده يعني. الصلاة عندنا لسه باقي عليها ساعة يا استاذ، هتلاقيك انت بس في الخليج ولا حاجة فالصلاة جت عندك يعني، لكن الصلاة عندنا لسه بدري، لسه ساعة. مع قائمة النادي الاهلي اللي المجموعة اللي موجودة هناك هتنتظر هتنضم للنادي الاهلي، وهي تضم حمد الشناوي، اكرم توفيق، قفشه، حمدي فتحي، السليه، محمد شريف، وعلي معلول التونسي، وبدر بنون المغربي اللي هو ما رجعش الى القاهره. طب مين اللي مسافرين بقى النهارده مع بعثه النادي الاهلي؟ ثلاثه في حراسه المرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومعاهم رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، محمود وحيد ايضا المؤهل للمشاركه في الجانب الايسر، محمد محمود، ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوك. مش باقي هنا في القاهره غير محمود متولي كده، اظن يعني والله الافضل ياخدوا كل المصابين معاهم ويتعالجوا هناك يعني ويعيشوا الاجواء. فمفاجات مستر بيتسو موسيماني في هذه المباراه وارد ان يعتمد بنسبه كبيره، هيشوف حاله اللعيبه ايه. حمدي فتحي كان مصاب وخف ولعب، قفشه لعب، محمد شريف زعلان ومتضايق، محمد الشناوي، عمرو السليه، كل دول حالتهم غدا هتبقى ازاي. لكن امامه وقت طويل جدا، امامه وقت طويل جدا من 18 ل 22 انه يعمل حاله استشفاء للعيبه بحيث اللعيبه تفوق وتبقى ريفريش وتخرج من حاله كاس العرب الى حاله كاس السوبر الافريقي باذن الله. باذن الله يا اخوانا الصلاه هنا في مصر لسه باقي عليها ساعه، اللي بيتكلموا من بره الصلاه لسه باقي عليها ساعه. طيب ده بالنسبة لقائمة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي إن شاء الله، ويعقد غدا اجتماعا مهما
بين لجنة الطوارئ والمسؤولين في الفيفا فيما يخص كأس الأمم الأفريقية وحسم موضوع كأس العالم للأندية الذي سيقام في الإمارات الحبيبة بإذن الله تعالى في شهر فبراير المقبل، وتعارض موعدها مع موعد كأس الأمم. وزير الرياضة الكاميروني عامل قلق، ووزير الصحة عامل قلق، لكن الأندية الأوروبية قالت لك أنت بتلعب كأس الأمم الأفريقية دي في الصيف، ليه تلعبها في يناير بعد ما رجعنا تاني نلعبها في الصيف؟ ليه راجع ليناير تاني وتاخد لعيبه؟ ودلوقتي الدوري الانجليزي فيه مباريات عديده تم تاجيلها، منها اربع مباريات امبارح، اربع مباريات امبارح. فبالتالي قال يعني في مخاوف من الاجراءات الاحترازيه لكورونا في الكاميرون، فبالتالي ممكن النسخه دي كلها تلغى وفقا لمونت كارلو، مش انا اللي بقول، وفقا لمونت كارلو. علي معلول سليم 100%، مرشح للعب مباراه الفاينل بكره امام الجزائر، لو لعب هيطمنوا عليه. تاني حاجه عندك 3 4 ايام هتطمن عليه هناك وتشوفه بنفسك، وبعدين عندك كريم فؤاد وعندك محمود وحيد، محمود وحيد، لكن ايمن اشرف لن يلحق بمباراه السوبر الافريقي، صعب جدا 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 انه يلحق بمباراه السوبر الافريقي. طيب لايك وشير وصلي على نبيك الزين سيدنا النبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها. بالنسبة لي محمود عبد المنعم كهربا موجود في القائمة. أقول القائمة تاني؟ حاضر يا وليد. وليد بيقول لي قول القائمة تاني. القائمة المجموعة اللي هناك أساسية: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أفشة، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، بدري بنون، علي معلول. القائمة المحدد سفرها من هنا: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، محمود وحيد، محمد محمود، ديانج، حسين الشحات، كهربا، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوك. يوجد ست وفي احمد سيد غريب ده من فريق الشباب ومقيد افريقيا. في 6 لاعبين الصفقات الجديده لم يقيدوا بعد، ولم يختار من بينهم موسيماني مين اللي هيأيده. السته دول هم بيرسي تاومي كاسوني، كريم فؤاد، احمد عبد القادر، عمار حمدي، حسام حسن. دول السته المصابين اللي سوري عفوا الست الصفقات الجديده اللي لم تقع. كل دول مسافرين، قائمه المباراه هيبقى فيها 21 لاعب هيختارهم مستر بيتسو موسيماني، ويا رب كده يحفظ الجميع من الاصابات وكل الناس مشاركه وكده. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي النفس والوالدين والغير. كل مصر بل كل الوطن العربي يسأل عن حكاية يوسف البلايلي والنادي الأهلي، خاصة بعد فسخ التعاقد بالأمس مع نادي قطر القطري وإعلان ذلك على وسائل الإعلام، وقال لك إن الفسخ تم بالطراد. الناس كلها بتتكلم على مفاوضات النادي الأهلي، خاصة وأنه سبق لوالد يوسف البلايلي أن أجرى مداخلات تلفزيونية ومع قنوات مصرية